دينا نتحول بكم مباشرة إلى بيرتوتا والندوة الصحفية التي يعقدها في هذه الأثناء والي ولاية العاصمة عبد القادر زوخ خلال إشرافه على عملية الترحيل 21 والتي تعتبر المرحلة الرابعة والأخيرة. نتابع تصريحاته. أنا وهو القضاء على كل ما هو بنا قزري بنا هش بنا غير لائق وما شبه ذلك. الكل يعلم أن احنا رانا في العملية 21 وفي 21 قسمناها إلى أربع مراحل. كنا انتهينا من المرحلة الأولى والثانية والثالثة واليوم إن شاء الله احنا في المرحلة الرابعة وانطلقنا اليوم باش خلال الأسبوع هذا والأسبوع القادم والأسبوع اللي يجي من بعد إن شاء الله كل أسبوع يكون حوالي 1000 العائلة تستفاد من السكن. الميزة تاع هذه العملية هو أن بالنسبة للأكواخ اللي يعني نقدر نقول يعني نسبيا لها عدد السكان يتم القضاء عليها في هذه المرحلة الرابعة لعملية 21 ونكونوا انتهينا نهائيا من الأكواخ اللي تشوه محيط العاصمة. في هذه المرحلة عندنا الحفرة في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في السمار اليوم حوالي 700 عائلة. وبعد كذلك عندنا سيغ فونتاس بلدية بالوزداد هذه ثاني حي قصديري انتهنا منه. وعندنا كذلك 40 عائلة في شم مالكي بلدية بن عقلون ثاني انتهنا منهم. عندنا 10 عائلات في بيدونفيل فيلم بيلوت كومين دو باب الزوار. عندنا كذلك 180 عائلة كوكو بلاج برج البحري، 9 عائلات بيدونفيل دو كومين دو برج البحري، برج البحري 3 عائلات ثاني برج البحري. يعني كل ما تبقى من أكواخ بدينا نكنسوا وانتهناوا نهائيا. بعد عندنا 950 عائلة في واد الحميز ثاني إن شاء الله الأسبوع القادم ولا ننظموا أمورنا. 390 عائلة في بيدونفيل عمر وهاب بلدية بولوغين. كذلك 130 عائلة في بيدونفيل كازير كومين دو بولوغين. 120 عائلة ثاني في بلاتو بلدية بولوغين. هادو هما عموم الأحياء القصديرية اللي بقات واللي انطلقنا في القضاء عليها. وكما قلت سابق بهذه العملية نكونوا لحقنا 37 ألف عائلة. هذا في إعادة اللي استفادوا من السكن إعادة الإسكان. ورانا في 9000 العائلة بالنسبة للسكن العمومي السكن الاجتماعي التساهمي. ومباشرة إن شاء الله بعد ما ننتهي من المرحلة الرابعة لعملية 21 نبدأ نحضروا عملية 22. ما زلنا ما كملناش لأن ما زلنا الناس اللي يسكنوا في الضيق والناس اللي يسكنوا في بناء هش وبناء غير لائق ونواصلوا المجهود. لأن مثل ما قلت نذكركم ببعض الأرقام هو برنامج المسجل لصالح ولايات الجزائر من قبل فخامة رئيس الجمهورية أكثر 2065 ألف وحدة سكنية. 84 ألف وحدة منها تابعة للعادية العادل. 45 ألف وحدة تابعة المؤسسة الوطنية للسكن الترقوي. فيها 84 ألف وحدة سكنية سكن عمومي إيجاري اللي رانا نسكنوا فيه الناس اللي في الضيق وفي في الأحياء القصيرية وما شبه ذلك. وعندنا كذلك اللي متكلفين به على مستوى الولاية 42 ألف وحدة سكنية سكن الاجتماعي تساهمي. بالنسبة للسكن
العمومي الإيجاري رانا استهلكنا حوالي 34 ألف وحدة من 84 ألف وحدة معناتها مازلنا عند 40 ألف وحدة سكنية قبل التوزيع. وإن شاء الله وقلنا إحنا بأن نكفلوا في أقرب وقت الناس اللي راهم في الضيق والناس اللي في حاجة السكن. بالنسبة للسكن التساهمي، سكن الاجتماعي التساهمي 42 ألف وحدة، استهلكنا 21 ألف وحدة من الدور المفتح. وإن شاء الله في العملية القادمة 22 على الأقل 2000 وحدة سكنية سنستلموا مفاتيح للمكتتبين. دونك المجهود إن شاء الله يتواصل. بالنسبة للطعون كذلك إحنا بودي كل اللي في حاجة اللي يعتقد باللي حقه ضاع يقدم لنا الطعون ولجنة الطعون راهي تدرس الطعون ونستمر في دراسة الطعون. إحنا ما نشكي من المؤسسات القضائية المواطن عنده حق في طعن واحد، إحنا فتحنا المجال يخضر إدارة عرش الطعن وقابلين كل طعن قبل الدراسة. إذا كان فيها مستجدات، إذا كان فيها أشياء اللي ما لاحظناهاش ولا ما تولهناش ليها، دونك نصهروا إن شاء الله باش لكل اللي حقا حقا، كل اللي في حاجة اللي عنده حق نعمل كل ما في وسعنا باش يدي حقه، بها ما يكونش فيها الظلم لأن ضمن ظلمات. فقط إحنا الإجراءات الصارمة اللي وضعناها باش ما يكونش فيها التلاعب والتحايل، لأن في الزمان مضى كان واحد كان يجمع وضعوا الأكواخ في عدة أحياء ودوا سكنات. ما يمكنش واحد يدي 4-15 سكنات واللي ما يدي حتى سكنة. درك أنا مع الرقمنة الوطنية ومع التحليات ومع الإجراءات اللي تحقيق واللي قايمين بها باش السكنة يدي اللي يحتاج السكنة يدي السكنة. هذا هو عظم ما أريد أن أقول، وتفضلوا المجال لكم. فضلي بالنسبة للبلديات، أنا كنت سبق لي وقلت باللي إحنا إن شاء الله كنا ننتهيو من الناس اللي في البناء الهش وعايشين في السكن غير لائق وكل، وكذلك نقوله بالناس اللي راهم في الأحواش. كان 10 بلديات اللي ضبطوا القوانين، كاينين اللي داو السكن وكاينين إن شاء الله في المستقبل بلديات راهي تاني نطلقوا في دراسة من فات. إذا كانت ثلاثة ضرورة، قلت إذا كانت ثلاثة ضرورة أن نقوم مقام لجنة ولائية تقوم مقام للجان البلدية ممكن، ولكن بعد ما ننتهي من العملية الكبرى نتاع إعادة إسكان التلحق نتولوا بالقضية. إذن مشاهدينا كما كنتم تتابعون ندوة الصحفية التي يقيمها والي ولاية العاصمة عبد القادر زوخ، وهذا على هامش انطلاق العملية 21 والتي تعتبر العملية الرابعة والأخيرة في عمليات الترحيل. نعيد ونستمع لتصريحات والي العاصمة عبد القادر زوخ. 97 طعن كلهم قبلوا، كان طعون لما زلت راهي في الدراسة، وكان طعون طبعا اللي الشروط ما تتوفرش وكان يعطيك هذا العدد، معناتها في 13000 كان اللي راه عنده 4 طعون 5 طعون. احنا رانا كل نحسبوا الطعن الجديد على هذه، تشوفوا هذا الرقم ضخم، لان كان وضع 4-5-6 طعون كل طعن كي يتقدم به الا وان قابل الدراسه وحنا نتكفلوا بها.
على هذا الأساس يبان هذا الرقم كبير. هذا هو. تفضل سي فارس. لكل مقام مقال. بدون ما بصفة عامة جو بو بو ريبوندغ باللي لو غوفرنمون ماشي يونيكومون بور لي تيغ اغريكول ميم كي دي دي انفستيسور كي اون بينيفيسيي دو لو دو تيران بور انفستير و نو با انفستي نو نافون با لو دووا سا دير ان تانك ريسبونسابل موا جاتون با كون مو دون دي انستركسيون كالكان كي ا ان كاي تشارج الا بري ان تيران بار اكزومبل pour investir, il n'a pas investi. Je dois récupérer le terrain et le donner à un autre investisseur. C'est la même chose, quelqu'un qui a bénéficié d'une terre agricole, c'est pour l'exploiter. S'il n'exploite pas, on doit la récupérer et la donner à quelqu'un qui veut l'exploiter. Ça, c'est une chose normale et ordinaire, c'est la gestion ordinaire de la chose publique. La capitale n'est pas concernée. D'abord, les terres agricoles que nous avons, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui reste, on essaie de le conserver pour l'oxygène. Mais d'une manière générale, les fellahs des exploitations agricoles d'Alger, d'une manière générale, ils sont exploités. D'une manière générale. Voilà. En ce qui concerne donc les commodités, pour les commodités, nous avons un programme qui est réalisé en matière d'infrastructure scolaire. Et nous avons un programme en cours de lancement. Nous avons un programme en cours d'étude. Et nous sommes en train donc d'intervenir pour les mesures d'urgence, ce que nous avons convenu. Quand il y a un certain nombre d'élèves qui ont été transférés, on peut les laisser dans leurs écoles d'origine et on leur assure le transport. On l'a fait par exemple pour Polifa l'année passée, on a assuré pendant toute la scolarité le transport à la charge de la wilaya. Il y a des bus, on a fait une convention avec les TISA et on est transporté pour aller étudier, rester, continuer à étudier dans leur établissement d'origine. Et puis il y a d'autres, il y a certains qui de plein gré, ils préfèrent continuer à étudier là où ils ont commencé à étudier. Ils ne veulent pas changer. Surtout les élèves qui ont des examens de fin d'année. Ceux-là, ils ne préfèrent même pas se déplacer. Donc, إذن مشاهدينا كما كنتم تتابعون على المباشر الندوة الصحفية التي يقيمها والي ولاية العاصمة عبد القادر زوخ، وهذا خلال إشرافه على عملية انطلاق العملية الرابعة للترحيل العملية 21. في هذا التصريح أكد والي العاصمة عبد القادر زوخ بأنه خلال هذه العملية 21 تم الانتهاء نهائيا من الأكواخ التي تشوه محيط العاصمة، ويتعلق الأمر بكل من حي الحفرة حيث استفاد 700 عائلة. كذلك تم ترحيل أحياء قصديرية بكل من بلدية بلوزداد، كذلك بلدية بن عكنون، وعشر عائلات في الأحياء القصديرية بباب الزوار وأحياء كوكو بلاج ببرج البحري. كما صرح والي العاصمة عبد القادر زوخ بأنه سيتم الانطلاق بعد العملية 21، سيتم الانطلاق في العملية 22 والتي هي ضمن البرنامج الترحيل الذي تعتمده ولاية العاصمة. كما قال بأنه في هذا السياق الباب باب الطعون سيكون قابل للدراسة. مشاهدينا نبقى دائما